السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبينا الكريم. إن شاء الله الجميع يكون بخير وبصحة وعافية يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله عندنا فيديو خاص بدولة إيرلندا الجنوبية، حسب سلسلة الفيديوهات الخاصة بالفيزا والسفر والدراسة وغيره. نتكلم على دولة جمهورية إيرلندا الجنوبية. إيرلندا اليوم دولة ذات سيادة في شمال غرب أوروبا، عاصمتها مدينة دبلن وهي أكبر مدنها، وتقع في الجزء الشرقي من الجزيرة. العملة الرسمية في إيرلندا هي اليورو، واللغة الرسمية الإيرلندية، ثم اللغة الإنجليزية. وعن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الحكومي تتقدم بطلب للفيزا. مدة التأشيرة الإيرلندية هي 6 أشهر. فيزا إيرلندا السياحية لا تسمح لك بالدخول إلى المملكة المتحدة ودول شنغن لأنها ليست من دول الشنغن. تأشيرة إيرلندا صالحة فقط التأشيرة صالحة فقط لدولة إيرلندا. بالنسبة للدول العربية، يتم طلب فيزا إيرلندا من دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي. كما قلنا، التواصل معهم عن طريق الموقع الرسمي الحكومي. رابط الموقع سوف تجده أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، وبه كل التفاصيل وكل الإجابات لأسئلتكم. الملف الخاص بالتأشيرة وهو نفس ملف دول الشنغن، فقط في إضافة اللي هي تم إضافتها. ممكن تطلعوا على الموقع. كما ذكرت، ملف التأشيرة يترجم كله إلى اللغة الإنجليزية وعند مترجم معتمد. لا تحاول أن تترجمها أنت أو عند صديق أو غيره، يجب أن يكون المترجم معتمد. والأوراق الرسمية، يعني يرفق كل ورقة رسمية إلى الورقة المترجمة الأخرى، وبها طبعا الختم والتوقيع. في الفيديو القادم إن شاء الله سوف نتكلم على الدراسة والعمل وتحويل الإقامة الدراسية إلى إقامة عمل. سوف يكون في سلسلة من هذا النوع من الفيديوهات. وإذا رغبتم فاكتبوا لي في التعليقات على أي فيديو أو على أي موضوع ترغبون أن نتكلم عنه. سوف ننتقل إلى الموقع الرسمي الذي كلمتكم عنه. الخط شرح يكون واضح. هذا هو الموقع الحكومي الرسمي لدولة إيرلندا في أبوظبي، المختص بموقع أباتس. هذا هو الموقع اللي كلمتكم عليه الخاص بالتأشيرة أونلاين. نضغط هنا يا أم، نضغط هنا كونتينيو. هنا يقول لك أونلاين فيزا أبليكيشن بيفور يو أبلي. بإمكاننا ترجمة الصفحة لكل من يرغب في الحصول على تأشيرة إيرلندا. هذا هو الموقع الرسمي. جميع الأسئلة الواردة هذا الطلب عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية، ويجب الإجابة عليها باللغة الإنجليزية. هنا يقول لك إذا واجهت أي صعوبة تقنية في استخدامها استخدام هذا المرفق، فإننا نرحب بتعليقاتك عبر البريد الإلكتروني. هنا إذا عندك أي مشكلة بإمكانك تتصل بهم، تتواصل معهم على هذا الموقع الإلكتروني. في حال هذا الشرح كله موجود هنا، في حال فهمت الشرح كله في هذه الصفحة، ما عليك إنك تضغط هنا في هذا المربع و تتابع إذا عبر الإنترنت نموذج طلب.
احنا هنا في طريقنا الى تقديم طلب التأشيرة. country of هي الدولة تاعك، الدولة مثلا اي دولة باعتبار احنا في الجزائر الجيريا لنفترض، نفترض انا مش حنكمل يعني ملء البيانات لان هذا موقع حكومي رسمي ما نقدرش يعني نلعب فيه. احنا هنايا في حال تكون طالب هنا ستودي او كنت فيزا توريستيك، فيزا توريست اوكي. انا هني نوريكم فقط ما قلت لكم نوع التأشيرة، what type of visa، what type of visa. طبعا احنا short stay، فيزا قصيرة جواز السفر. وبعد ما تكمل هذه البيانات كلها المذكورة تضغط على save and continue. رأيتوا انا طبعا عندي save and continue، تبعت عندي خطأ مانيش مكملة. فلهذا هذا هو الموقع اللي كلمتكم عليه، ما عليكم غير انكم تعملوا تأشيرة او تقدموا بطلب تأشيرة، وان شاء الله تكونوا موفقين. وكتبوا لي اذا كان في اي مشكلة ولا شيء ولا اي استفسار، المستعدة للرد على الجميع وعلى اي موضوع تحبون تكلموا عليه المرة الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوا اللايك سبسكرايب، بارك الله فيكم.